فاحنا كانت الرقعه الزراعيه بتاعتنا 8 وكام؟ 8.2 من 10 مليون فدان. النهارده انت بتستهدف الوصول، انت وصلت فعلي ل 10.2 من 10 و3 من 10 مليون فدان كاراضي زراعيه مستصلحه منتجه، وفي نفس الوقت انت عندك تارجت ل 20 نهايه 2024 يبقى عندي 12 مليون فدان. طب انا مصر الزراعيه، مصر المساحه الزراعيه كانت قد ايه في الخمسينات او الستينات؟ احنا كنا مصر كلها 5.5 مليون فدان اللي هي الوادي والدلتا. الثوره والدوله وال 60 سنه كل اللي تم استصلاحه قد ايه؟ كلهم حوالي 3 مليون فدان. استقطع من عن المساحات دي حوالي 600 الف فدان خلال 40 سنه. فكان هنا انت بص بقى، انت وصلت لكام؟ توصلت لمساحه منزرعه 10.3 من 10 مليون فدان. بقى عندك مشروع، فكان في هدف. في مشروعات كانت ميته وانتهت وكانت واقفه ومتجمده زي مشروع توشكا، مشروع شرق العوينات، وعندنا اضافه جديده بقى اللي هو مشروع الدلتا الجديده، احياء مشروع توشكا. النهارده لما كنت في توشكا سنه 2013 وسبت توشكا وكنت رئيس هيئه التعمير، وكل اللي احنا استصلحناه كلهم 80,000 فدان. النهارده توشكا في اكتوبر ده اللي هيتزرع ده ان شاء الله هيتزرع اكتر من 420,000 فدان. شرق العوينات كانت 80,000 فدان لحد 2014، النهارده شرق العوينات 230,000 فدان. طب خلينا نقف عند الارقام دي، فرق ايه وقتها عن دلوقتي؟ شفتي بقى، ما هو 80,000 فدان، وخلي بالك 80,000 فدان استصلحتهم في 20 في 15 سنه. 80,000 فدان استصلحتيهم في 15 سنه. لما سياده الرئيس رجعت توشكا وقال توشكا من 3 سنين او 4 سنين، النهارده انت عندك 420,000 فدان. المستهدف في توشكا نصل ان شاء الله السنه الجايه لل 560,000 فدان ويوصلهم ل 700,000 فدان. النهارده لما انت في تحديات، كان فرع 4 كان توقف تماما واتقفل، كان عندي 3 شركات كبار، بقول لك شركات عالميه بتشتغل في توشكا، كانت عندي شركه المملكه وشركه الرجحي وكاتش والوليد ابن طلال، وكان عندي الشركه اللي هي شركه جنوب الوادي التنميه الزراعيه. كل دول كل اللي عملهم قد ايه؟ بقول لسيادتك 80,000 فدان في 17 18 سنه. حضرتك رجعت توشكا قوات مسلحه، عشان كده بقول لك بقدم كل التحيه والشكر لقوات مسلحه اللي عملت هذا العمل الجبار اللي ما كانش يقدر يعمله اي مستثمر. فالنهارده وصلنا ل 420,000 فدان بيتزرعوا في توشكا في اكتوبر ده. 230,000 فدان في شرق العوينات. عندك مشروع بقى الدلتا الجديده اللي انت بتستهدف فيه، النهارده زرعت فيه اكتر، يعني في اكتوبر ده تزرع حوالي 650,000 فدان، وان شاء الله لما توصل تخلص كل اللي هي الاعمال الصناعيه هتوصل لمليون فدان. النهارده فانت النهارده زدت قد ايه؟ استصلحتي ما يساوي ما استصلحته مصر في 60 سنه. 8 سنين. شوف بقى الفرق بقى فين هنا، اللي بنتكلم بقى الانجاز وما تم بقى. اللي استصلح في 8 سنين يساوي ما استصلحته مصر كلها في 60 سنه. هو ده الارقام. طب تتصوري بقى لو ما كانش عندنا هذا الاستصلاح كان حالنا بقى شكله ايه؟ ما كان عندنا. فالنهارده انت لما تبصي سكان بقت 104 مليون، احنا كنا بنتكلم في 80 مليون كان عندنا عجز في محاصيل كتير جدا، وفي نفس الوقت احنا 80 مليون وكنا بنستورد 50% من احتياجاتنا من القمح. النهارده انت بتحاولي تكتفي جزء كبير جدا ذاتيا من القمح. اعتقد الحاله العالميه اللي بانت عندنا في سلاسل الامداد ونقص نقص الغذاء في العالم، واعتقد ازمه كورونا اللي مر بها العالم، كانت مصر البلد الوحيده المستقره في الانتاج الزراعي. انت ما حسيتيش بنقص اي سلعه غذائيه في مصر ولا زلتي، وبقول لك رغم ان انت عندك 114 مليون مطلوبين يتوفر لهم غذاء، سواء كان خبز، سواء كان خضروات، سواء كان رز، سواء محاصيل، كل هذا الكلام. انت النهارده بهذه المشروعات وصلت لجزء كبير جدا. النهارده عندك 90% و95% من الاكتفاء الذاتي بالسكر، رغم ان الاسعار يعني اللي عندك النهارده وصلت 65% وان شاء الله توصل 80% من الاكتفاء الذاتي من القمح بعد استصلاح هذه المساحه. فالنهارده احنا يمكن في تارجت ان احنا نزرع 4 مليون فدان قمح السنه دي، وده هيقدر يغطي لي جزء كبير جدا من الجاب في الاستيراد، وبالتالي مع الخلط سواء كان الذره او الشعير او كده هيقدر يعمل لي نوع من سد جزء كبير جدا من الفجوه الغذائيه. عندك الذره، الذره محصول صيفي، النهارده انت برضك شفتي ازمه الغذاء ونقص الذره، النهارده لما هتزرع في الصيفي الذره هتبتدي تقفلي كل هذا الامور، فما كانتش هذه المساحات استصلحت ماذا كان الموقف؟ كانت مجاعات. طب مصر تعرضت الى بامانه الى مجاعات.